دي مي زهقت من الكتب والملازم وسنتر الدروس والزحمة. يوه ملل. فجأة مي عرفت كايرو دار، بتلاقي الدروس بالصور والفيديو، بتعمل تجربتها بإيديها وبتمتحن نفسها وبتعرف مستواها. أشطر مدرسين مصر هيشرحوا لها اللي مش فهماها. في الويك إند لستة خروجاتها عندنا، وعالشزلونج حلت مشكلتها وعرفت أكلتها واختارت هتلبس إيه، وتعرف أخبار الدنيا والفن والرياضة. كايرو دار، متعة المعرفة. كايرو دار، انجوي knowledge.